في الوقت الراهن ليس هناك ما يمنع من صلة الأرحام، فوسائل النقل قربت البعيد، ووسائل الاتصال الحديثة ليست بكل حال من الأحوال بديلة عن اللقاءات المباشرة بين الأهل والأحباب، خاصة في المناسبات والأعياد. إلا ما الإنسان ما قامش بصلة رحم في المناسبات ديال الأعياد، يمتاش بغى يقوم بهذا صلة رحم؟ هذه مناسبة يعني عزيزة جدا، الإسلام ديالنا أعطانا هاد الفرص هذه باش حتى اللي كان ناسي تيتفكر هاد الأعياد وتيقوم بصلة رحم، لأن صلة رحم تزيد في العمر. ضروري صلة الرحم في هذه المناسبة، وجبنا حتى وليداتنا باش هما يتعودوا على هاد صلة الرحم وهاد الشعائر الدينية. حنا كل عيد كنجيو عند العائلة هنايا باش نحيو معاهم صلة الرحم، ما كتزيدش غير في العمر، كتزيد حتى في الرزق. صلة الرحم تزيد في الرزق، تزيد في العمر، ولكن أيضا تزيد في تقوية الروابط العائلية وفي الصفح وتناسي بعض الخلافات الظرفية. هي لحظة مميزة للتصافي. روحيت سهرة السنة كنعمر نسبات وكنمشيو نزورو العواشر نزورو العائلة صافي هذاك الشيء. واش يمكننا نتصورو العيد بلا صلة الرحيم؟ لا ما يمكنش، لا ما يمكنش تصوروا العيد بلا صلة الرحيم، حيت راه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على صلة الرحيم، يعني خصنا نطبقوا السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم ترجمة لأسمى وأنبل المشاعر الإنسانية، وإذا كان لكل مجتمع قوته فإن قوة المجتمعات الإسلامية تكمن في قدرتها على التواصل والتماسك متى ما